لان الكوره كلنا بنتابعها، واذا كان عندنا غضب فالغضب ممكن نحوله كمان لطاقه ايجابيه ونشوف له حلول. النهارده اتحاد الكوره وجه الشكر لايهاب جلال ويعلن خطه تطوير شامله. طبعا المدرب ايهاب جلال وجه له الشكر، واعلن اتحاد كره القدم المصري عن اقاله ايهاب جلال. يعني ما بين الشكر والاقاله، المهم انه المدرب ايهاب جلال المدرب الفني للمنتخب مش هيبقى موجود في الفتره المقبله، وده رسميا. وبعد الاجتماع الهام اللي عقده مجلس اداره الاتحاد النهارده لوضع خطوط عريضه لمستقبل المنتخبات الوطنيه خلال الفتره المقبلة، وكمان منظومة الكرة المصرية. وده أعتقد ده مش بقت مطالب بس، دي مطالب شعبية ومطالب كبيرة جدا، لأن احنا بجد في حاجة شديدة جدا للتطوير خاصة في مسألة كرة القدم. وده كان واضح بعد تدهور النتائج اللي كلنا شفناها على أرض الواقع وكلنا بنتابعها. كلنا عارفين أن كرة القدم هي معشوقة الجماهير، هي اللي إيه اللي بتخلي الناس تتبسط. شوفوا كده لما مصر بتفوز، شوفوا الشعب بيعيش كم يوم مبسوط، يعني بيبقى فيه طاقة إيجابية. فإذا كان العمل بيطلع الطاقة الإيجابية، إذا كانت مباراة ممكن تسعد ناس، إذا كانت بطولة ممكن تسعد ناس، فما علينا غير إن احنا نشتغل، بس نشتغل صح. الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، مساء الخير. مساء الخير على حضرتك أستاذة شفقي، ومساء الخير على كل السادة المشاهدين. أنا عايز أعرف ملخص اللي حصل. أولا يعني أنا شايفة أنه ما بين الشكر والإقالة، فقول لي ملخص اللي حصل. طيب هو خلينا نقول أنه هو القرار في البداية كان قرار إقالة الكابتن إيهاب جلال، بس عشان هو جه في وقت غير مناسب، اتظلم اتحاد الكرة، ما عقدش معاه جلسات قبل إعلانه عن توليه المسؤولية، ما عرفش خطته، ما كانش في أي اتفاق ما بين الطرفين سواء إدارة اتحاد الكرة أو الكابتن إيهاب جلال عن خطة العمل في الفترة المقبلة. كان كل الهدف هو تعيين مدير فني وطني لمنتخبنا الوطني بعد فشل في تجديد التعاقد مع كيروش واستمراره مديرا فنيا للمنتخب، وبالتالي المعطيات دايما بتؤدي الى نتائج، فما بني على فشل فيؤدي الى فشل. حضرتك ذكرتي ان الكوره هي مصدر السعاده بالنسبه للشعب المصري، وبتساهم كتير جدا في تحسين مزاج الشعب، وده الكلام اللي كان قاله السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان مزاج المصريين متعكر منذ الهزيمة القاسية أو الهزيمة الغير مبررة أمام منتخب إثيوبيا أحد المنتخبات الغير مصنفة. فطبعا من ساعتها كان فيه اهتمام كبير جدا سواء من وزارة الشباب والرياضة أو المسؤولين عن الملف الرياضي في مصر على تصحيح الوضع ووضع خارطة الطريق لإصلاح مسار الكرة المصرية. والنهاردة كان فيه جلسة ما بين السادة أعضاء مجلس اتحاد الكرة مع السيد الدكتور أشرف صبحي، اتكلم فيها عن فكرة ان خلاص الشعب او الجمهور المصري منقلب ضد استمرار اتحاد الكرة بسبب القرارات الخاطئة اللي خدها في الفترة الأخيرة، وكان من ضمنها تعيين الكابتن إيهاب جلال. وأعضاء مجلس الإدارة يعني تفهموا الوضع وعرضوا عليه خطة الإصلاح واتكلموا على بعض القرارات، وبالفعل الدكتور اشرف اكد ان هو مساند ليهم في هذه القرارات، خصوصا ان هم المده الزمنيه منذ انتخابهم ما بقالهمش كتير، 15 فقط. فاداهم السبورت واداهم الدعم في القرارات اللي خدوها، وبالتالي شفنا القرارات اللي جت النهارده، قرارات فيها يعني قرارات في الصوره بتاعتها او في قرارات المحتوى بتاعها قرارات جيده جدا جدا جدا. المهم ان يكون اختيارنا مش مجرد اختيار. طيب انا هقف هنا، هستاذنك استاذ هاني، وهقف هنا عند يعني الاختيارات. خلينا ناخدها واحده واحده، لانه ده موضوع بقى بيهم الشارع المصري كله، لانه زي ما قلنا الكره هي معشوقه المصريين. الملف دلوقتي يعني تسلمه طبعا في اتحاد الكوره كابتن حازم امام، فعايزين نعرف دور كابتن حازم امام تحديدا، ولماذا اختيار كابتن حازم امام. طبعا الكابتن حازم امام والكابتن محمد بركات هما النجمين الوحيدين اللي لعبوا كوره في تشكيل هيئه اتحاد الكوره. كان عندهم اعتراض سواء الكابتن حازم او الكابتن محمد بركات، اعتراض معلن من البدايه على تعيين الكابتن ايهاب جلال. فعشان كده في الخطوات الاصلاحيه تم استماع لوجهه نظرهم كامله، وتم الاستماع او الموافقه على القرارات اللي هم شايفينها في صالح الكره المصريه. عشان كده النهارده الكابتن حازم امام كان بيتكلم ومصدر المشهد باعتباره احد نجوم الكره المصريه، وهو الشخص الوحيد مع الكابتن محمد بركات اللي مارس لعبه كره القدم سواء على المستوى الانديه او على المستوى الدولي، وبالتالي كلامه كان يحمل يعني تهدئه للمصريين الغاضبين في الفتره الاخيره من مستوى المنتخب،
والقرارات زي ما حضرتك اعلنها القرارات كلها بتتكلم ان طيب. احنا تمام. خلاص داخلين على المدرسه الاجنبيه في الكره اكيد المصرية. قبل المدرسه الاجنبيه خلينا لسه في المنطقه بتاعه يعني تسلم الملف لكابتن حازم امام. سؤال خبيث هيساله كل المصريين، هيقولوا طيب هل بقى كابتن حازم امام وكابتن بركات هل اتحاد الكوره يعني هيديهم هذه الصلاحيه ولا هيحط عليهم برضو الاعباء ويبقوا هم في وش المدفع؟ بالفعل النهارده السؤال ده اتسال واتطرح في المؤتمر الصحفي للكابتن حازم امام اللي اكد ان هو واقف امام الصحفيين وبيعلن هذه القرارات بعد ما خد الضمانه الكامله من اعضاء اتحاد الكره ان هم هينفذوا هذه القرارات وهتتنفذ بشكل جدي في اتحاد الكره في الفتره المقبله، واعلن ان هو اتحاد الكره كله موافق على هذه القرارات، لان دايما حضرتك عارفه في مسكنات بتطلع، فدايما الجمهور والشارع المصري والراي العام القروي بقى عنده تخوف من اي قرارات بيتم الاعلان عنها طبعا، خصوصا ان في بعضها بيبقى فيه مسكنات عشان يهدي الراي العام، وبعد كده بنتفاجئ ان ما فيش قرارات من دي تم تطبيقها، او بيبقى فيه بعض المعوقات للتعاقد سواء مع مدير فني اجنبي زي ما سمعنا من الاستاذ جمال علام في ازمه الدولارات، بس تقريبا هم حلوا الازمه الماليه وبقى فيه ميزانيه طيب. لاتحاد الكوره وهيتم الازمه اتحلت ازاي؟ يعني هيعملوا ايه؟ ازمه الدولارات اتحلت ازاي؟ هو في البدايه احنا ما عندناش ازمه دولارات، ما اعتقدش ان مصر او الاتحاد المصري في الفتره الاخيره عنده ازمه دولارات، لان فعلا قبل ما يتم الاعلان عن تعيين الكابتن ايهاب جلال مدير فني لمنتخبنا الوطني كان في مفاوضات جاريه مع مستر كيروش ان هو يستمر في المهمه، وكان بياخد مبلغ كبير جدا، واكيد مستر كيروش هيقبض بالدولارات. اعتقد ان تصريح يعني هل تسمح لي ممكن اقول ان هي كانت حجه بس وقتيه في الوقت ده علشان يعني نقلب الصفحه؟ بالفعل هو الاستاذ جمال علام المبرر عشان هو ما كانش عنده مبرر فني للتعاقد مع الكابتن ايهاب جلال، او عنده خطه، او التعاقد زي ما بيقول حضرتك معاه جه بسرعه ما كانش فيه تخطيط، فبالتالي جاب حجه الدولارات او قال لك ان انا ما عنديش دولارات في اتحاد الكوره عشان كده تعاقدت مع مدرب وطني وهو مدرب وطني بمليون و100 الف جنيه، فما اعتقدش ان المبلغ ده لما يتحول بالدولار هيبقى مبلغ بسيط، لا في مدربين في نفس القيمه التسويقيه تقريبا بالدولار ويقدروا يخدموا الكره المصريه. وزي ما حضرتك سمعت النهارده او زي ما حضرتك بقى نخش على القرارات بنتكلم في بنتكلم النهارده في ثلاث او اربع خبراء اجانب سيتم التعاقد معهم الفتره الجايه، والحقيقه القرار كله اجنبي 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 اجنبي، يعني فني مدرب حتى التحكيم يعني كله اجنبي. ده كل حاجه بقت اجنبي، كل حاجه فعلا، مدير فني عالمي لمنتخبنا الوطني، مدير فني اجنبي للاتحاد، مدير فني للمنتخب الاولمبي، خبير تحكيم اجنبي لتطوير منظومه التحكيم. انا شايف ان الازمه بس كلها في ايه الضمان؟ ايه الضمان ان انا اجيب مدير فني اجنبي او خبير اجنبي واضمن منه ان هو قادر على التطوير؟ لازم صحيح يبقى فيه مصارحه ومكاشفه مع الجمهور المصري ونطلع نعلن زي ما الدول كلها اللي تقدمت في كره القدم وسبقتنا في كره صحيح. القدم اعلنت عن خطه زمنيه، جدول زمني محدد، يعني مره واحده بقى مدروسة. نشوف الاتحاد بيعمل منظومه بجد، يعني نشوف واحد اتنين تلاته منظومه علميه، الكوره بتدار في العالم بشكل علمي، يعني ما فيش كده اللي هو الحاجات اللي كنا بنشوفها اللي هي بالبركه ونسينا جواب نبعته وجواب بتفهم غلط وملعب، يعني القصص اللي كنا عايشين فيها. الكواليس الكواليس يعني ايه كابتن هاني كده؟ الكواليس بتقول انه احتمال يكون في عوده لكيروش. لا بنسبه كبيره، انا عايز اقول لحضرتك ان من بعد الهزيمه في اثيوبيا بعد هزيمه بساعات قليله تم التواصل مع مستر كيروش عن طريق كابتن حازم امام وتحدثوا بالفعل عن العوده مره ثانيه للمنتخب، خصوصا ان كيروش حقق نجاح بالعناصر اللي كانت موجوده، قدر يوصل للمباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه، قدر وخسرنا بضربات الجزاء، لعب المباراه الفاصله امام منتخب السنغال وخسرنا برضه بضربات الجزاء رغم المعوقات والمضايقات اللي تعرضنا ليها في مباراه الاياب في السنغال هناك، فشايفين ان كيروش راجل عنده مشروع، راجل كان يجيد التعامل مع الاعلام، يجيد التعامل مع الجمهور المصري. طب يعني يعني الكواليس اللي بقول لك عليها دي فيها شيء من الصحه. اه بنسبه. وهل هو طلب انه يتعامل فقط مع كابتن حازم امام؟ هو تعرض ده المره اللي فاتت في الفتره الاولى كان شايف ان في تحامل عليه من قبل الاستاذ جمال علام، وكان شايف ان في تربص بيه، وكان اتكلم مع الكابتن وائل جمعه واتكلم مع اكثر من حد من المسؤولين في اتحاد الكوره بعيدا عن الاستاذ جمال علام، وقال لك انا حاسس ان في تربص بيا، حاسس ان الناس دي عايزه تغيرني في الازمه. يا استاذ شبكي ان كل واحد بيجي، عشان احنا مش شغالين على خطه، فكل مسؤول طبعا بيجي طبعا. انت عارف احنا شغالين ينتج. على ايه؟ احنا قاعدين على المصطبه،
يعني فاحنا لازم نسيب المصطبة ونروح للفصل العلمي ونحط بقى ورق وعلى السبورة ونكتب ونقلل الكلام ونقلل الحكايات ونعلن رسمي للجمهور، لأنه أعتقد الجمهور هو الأساس في كرة القدم. يعني الجمهور كان غاضب غضب شديد، والجمهور هو الأساس. فبتمنى أنه تكون كل هذه الخطط زي ما أنت قلت معلنة منفذة بجداول زمنية يعني بأشياء علمية، وتبقى معلنة بشكل كبير أمام الجمهور بدل ما نفضل منتظرين كل الأشياء دي. سؤالي الأخير ليك بقى كابتن هاني عبد الصبور، الحد هيشهد مباراة بين القمة أهلي وزمالك، هل النهاردة خروج اتحاد الكرة والدنيا تهدى شوية في موضوع منتخب مصر هيهدي شوية والناس بقى الأعين هتروح بقى للمباراة بين الأهلي والزمالك؟ طبعا اكيد، حتى لو الدنيا ما هديتش النهارده واتحاد الكوره ما كانش اعلن عن هذه القرارات، خلاص اوكي الاهلي والزمالك بيلعبوا، خلاص كل المصريين بيتابعوا مباراه القمه. زي ما حضرتك عارفه ان تقريبا البلد نصين، نص اهلي ونص زمالك، فكله خلاص عينه على القمه. القمه السنه دي جايه في ظروف صعبه جدا، كلا الجمهورين مع دائم المنتخب المصري ناقم على اللعيبه اللي موجوده، سواء اللعيبه الدوليه في الاهلي او في الزمالك، مفيش سبورت او مفيش تشجيع بشكل كبير زي ما كان بيحصل في مباريات سابقه. كابتن سامي قمصان هيقود المهمه الفنيه بشكل مؤقت للنادي الاهلي في مباراه القمه، وده اختبار صعب كبير جدا عليه في ظل عدد من الغيابات اللي موجوده، وفي ظل تغيير القياده الفنيه ورحيل موسيماني. في المعسكر الاخر في الزمالك فييرا عنده عدد كبير جدا من المشاكل، لعيبه ما جددتش عقودها، لعيبه غايبه، في اصابات. فاعتقد ان المباراه فرصه قدام اللعيبه ان هي تصالح كل لعيب منهم، لصالح جمهور ناديه، لصالح الجمهور المصري، ويظهر بمستوى مشرف، مستوى يليق بسمعه الكره المصريه. ده أكيد. اللي بقت في خطوره على ايدي على ارجل هؤلاء اللاعبين، لازم يبذلوا كل غالي وكل نفيس لاسعاد الشعب المصري واسعاد الجماهير في كلا الفريقين سواء في الاهلي او في الزمالك. أكيد. أنا بشكرك جدا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، بشكرك شكرا جزيلا. وده هو الموقف اللي موجود عند اتحاد الكرة، وأنا بتمنى بصراحة وأكيد حضراتكم الحقيقي منظومة الكرة المصرية كلها، أندية واتحاد كرة ومنتخب وأندية قمة وأندية لكل الأندية اللي موجودة، محتاجة بجد يكون فيها جدية، يكون فيها متابعة، يكون فيها عين ودور للدولة قوية علشان تنتظم هذه المنظومة اللي كل المصريين الحقيقة بيحبوها. لما تنتظم الدنيا هتهدى كتير والدنيا هتتغير، ونقدر نقدم طاقة إيجابية لكل الجمهور.